شوف اتوقع راح تنجح بنت الطيار بهذا السوزن، اتوقع ذلك. ها راح تنزل بالاتم، شوف اتوقع لاني من زمان ما شفناها نزلت ابدا ولا صوره. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، كيف حالكم شباب؟ رجعنا فيديو جديد وحلقه جديده عن فورتنايت. بهذا الفيديو اليوم بتعرفوا نزلوا في سوزن جديد ونزلوا في شغلات، فخلينا نبلش نسوي نجمع الاخبار ونشوف شو بعتين الاخبار، ايش في اخبار جديده ونتعرف على السوزن هذا كلياته. ليتس جو. اوه هذا السكن عندي انا باللون الاسود وهذا صار باللون الابيض. واو، ولا اول صار الخطوط ذهبيه. نايس، هاي اللقطات كلها من قلب اللعبة. وات ذا فك، والله صورة جميلة صراحة للسوزن. في بس الشخصية المهندسة شايفها انا جميلة والباقي، وهي يعني ها لا بس، وهي يعني ممكن، اما الباقي ما حبيته صراحة. هاي وصلنا لاحد اهم المسربين اللي بيسربوا الاسكنات وبيسربوا المعلومات الموجودة بفورتنايت. طبعا هون في عنا شوت جن نازلينه، حلو مو مهم. في هون اسمه فري، هاي الماب نزلها والله اضو وصارت كلها مية. الله انا اهم شي بدي اطمن على الوكالة ان شاء الله تكون راحت انسفت عن بكرة ابيها. طيب حلو، طبعا انا منزل التحديث خالص. هون في عندك هذا سكين باينتو اتس اوكي، هذول اكيد لا ما في شي مهم. ندخل هون على الشخصيات الموجودة كلياتها. طبعا هون بينزل كل شيء مع التحديث، لو مع كل شيء يعني عرفت شلون. هاي اكوامان، هاي الشخصيه نفسها مع قناع بدون قناع، لا بدون قناع احلى مع قناع. هاي القطه ممكن نفكر ناخذها اذا نزلت علينا، اذا نزلت بس ان شاء الله نتوزو بالسوزن بس، لاني ما راح اذا نزلت تشتريها ما راح اشتريها. حلو، بطوطه حجريه حلو. ها هاي لها اربع الوان، هون في لها لونين وين هون، هاي لها لونين هون ولها لونين هون. تمام، هلا نعمل الستارت الاول ونشوف شو هيطلع لنا المقدمه وتعرفوا انتم. يلا ونحاول نستكشف الماب، نستكشف الايتم شوب، فمو الايتم شوب، السوزن بس، او نستكشف كل شيء بشكل عام. حلو حلو حلو، الى البث الباس. شوفوا شباب احكيكم شغله، حسب ما انا شايف انا الصور كبيئه مائيه باينتها على تشكيله الابينيه بينتها جميلة صراحة، بس ولكن السكنات ما حاسة جميلة. خلينا نسمع نشوف صار. اما انك تستفيد منه او انه يهاجمك. حلو حلو، هذول باركين يتناطحوا. ايش ممكن اذا حطينا هذا السكن بكره بصير هو بيجيب السمك؟ يعني اللي بده سمك كتير بياخذ السكن هذا الاكومان، والله خرافي اذا هيك، جد خرافي اذا صارت هاي الفكره. خرب المهندس الشغله كله. شوفوا اتوقع راح تنجح بنت الطيار بهذا السوزن، اتوقع ذلك. راح تنزل بالايتم شوب اتوقع، لاني من زمان ما شفناها نزلت ابدا ولا صوره. دول باركين يتناطحوا. حلو، في سيارات نايس، والله جميل جدا. معركة المياه، طاقة المعركة. والله كان ودي اني اشتري من 2800 بس ما. وفي اسطولك الصغير يمكنك فتح التحدي وشراء بطاقة المعركة وتجميد الجوالين غير القابلين للغرق. يدعى هذا المهاجر كيت. كيت حلو، ترى عرفونا بالعربي. لقد دعوت أكوامان وقبل الدعوة. هل ترتدي قميص؟ قال لا. وهناك جونز مهندسة بارعة مع إبداعاتها المذهلة. استكشف الأسطول الصغير لتقابل طاقمنا ومظلة الطائرة الشرعية، ومع البطاقة يمكنك تصميم المظلة. بنهاية الموسم ستنتمي لك بشكلها الفريد. خلال المغامرات هناك مناطق جديدة لاستكشافها. حلو حلو حلو، في سيارات، أحلى شيء في سيارات، اشتقنا للسيارات مرة. أوه كل أنواع. وافتح فريقك من الجوالي، ابدأ في تصميم الشرعية واربح 1500 من في باكس والمزيد. في جاك جاك رجعوه. الوكالة شلون صار شكلها؟ صارت مثل مدرعة. حلو حلو حلو، والله هي الصورة. شلون بدنا نرجع نقوله نصير نشتري؟ حلو،
مش هي الرخصة. جميل. ايش صارت المظلة هاي موجودة من ضمن الجسم؟ هاي هون حلو هذا الشعار. هون البوصلة. البوصلة شو شنطة؟ وين البوصلة؟ حلو كل ما يفتحوا مظلة بيطلع لنا مثل طيارة. حلو حلوة هاي المظلة هاي شراعية. ايش قصة المظلات هون؟ انه هون بس وصلت لهون بقدر اعدل انا على المظلة تبعيتي. ايوه فهمنا اشي. حلو جميل جدا هذا الاشي. هذا اللون عندي والله منيح. انا فكرت والله بمصاري بس خرافي هذا اللون. بجد خرافي. هذا السكن كمان عندي نايس. حلو جميل جدا. نروح على بعده. يعني هي تفكي الموسيقى. ما بحب كتير الرقصات هي. ما بحب السمكة هي. جرد الغواص. حلو انه هو غواص. هاي لون منا فيها. يعني ماشي حالها. نشوف هاي الشو بيكاكس. جميل جدا. حلو هاي الشو ايش يعني؟ هاي الشو واو. هاي مظلة واو جد واو. هاي المهندسة. هاي احلى سكن انا شايفه جد. باللونين نايس. ثلاثة. what the fuck this is very good. واو جد واو. هاي موسيقى منا فيها. حلو هذا طير معدني. حلو هي مثل المظلة الشراعية. جميلة والله. في مظلات هالسوزن جميلة صراحة. يعني في شغلات الإضافيات جميلة بس ولكن الاسكنات ما كتير يعني شايفها أنا يعني. ما حبيت صراحة. واو حلو هالرقصة هاي. هذا الاسكن الرجل الآلي. تمام. هاي المظلة المشاشة. هاي شو شنطة الظهر. هاي لون. هاي مظلة هبوط. هاي رقصة شو حلوة. هاي كأنه عم دق على بيانو. مين اتس اوكي. اتس اوكي. ما في اي شي في هاي الكرة. شو حلوة هاي الشخصية. جميلة. حلو هاي نزوعة. بس تقتل معه بالبيكاكس تعطيه هاي الإشارة انه تقتل بالبيكاكس. حلو هاي الرقصة. هاي أول رقصة جميلة صراحة. هي مظلة هبوط. هاي شو حظ الشو ما بتمطر غير فوق راسي. حلو هاي. هاي تستير 100. والله مو حلو يا عالم. لا ولا تستير 90 يعني. هاي بس يعني ما بتوصل لمستوى شو اسمه بلاك نايت. يعني بلاك نايت هي حلوة الذهبية. والله بجد حلوة مقاتلة حلوة. بتذكرني بشو اسمه اسيسنت اوديسي جد. طب حلو تحديات الانماط. من هون. حلو 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 حلو. طيب هلا ما معنا غير 1080. المشكلة 2080 خلينا نعمل عليها شراء. بس اهم من اشي قبل ما نعمل الشراء قبل ما نعمل اي اشي لازم نروح نتأكد انه حاطين الكود. اول شي نشوف شو هون كمان. ايش
مختارين البس. اخذنا حاليا هذول الشخصيتين. هاي جميله بس الله، بنحطها وننزل. حلو لولو لو. اه حلو، هون المناطق الجديده لازم نستكشفها، وبالاضافه للتحديات الموجوده عندي على الماب. جميل جدا، نايس. ومن هون تقدر انت تحدد الانماط السكنات يلي بدك تعمل عليهم تحديات. اطلب بندقيه الصيد، اصرف تابع تقدم وموفر نقاط الخبره. ما بعرف شيء بس نشوفها بعدين. حاليا ما في غير لأكوامان. ايوه، بدون قميص وبدون قميص. نايس، تمام تمام. طيب الان الى حلوه 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 هاي الخطه، انه اشتريته صار لونها ذهبيه، بس لما كنت مشتري كان لونها تكوين المظله. حلو، صارت المظله مثل انه انا بقدر اعملها. ايوه جميل جدا، جميل جميل. نايس 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 نايس, نايس. حلو. طيب منظبط المظله فيما بعد. خلينا هلا نروح نلعب تيم ترامبل طبعا، لانه ما بدي جاي على بالي انزل مع حدا، ونبلش جلد من الاول صراحه. واو، ايش هسه الانتظار المظله المحروقه. حلو انه فورتنايت عامله كل شيء، رسمته ومجهزته بس، ولكن حاليا نحن نتفاعل. تعال نشوف، ننزل بالمي نغطس. ما يقدر يغطس، خلاص هي المستوى تبعه. رجعوا هاد. رجعوا هاد، نايس حلو. طيب خلينا ننزل اول مكان ننزل عليه. ما في شرق، ايش في هون؟ تعال نجرب ننزل هون. انا اذا متنا هيك هيك رح نروح على غير مكان. خلينا نجرب ننزل اول شيء هون، ورح ننزل على الجزيره هي نفتشها نتفرج عليها، وبعدين ننزل هنا. يا حرام شرق راحت. ديك الجزيره تبعتنا، المناره تبعتي لسه موجوده. شرق راحت، اكيد راحت البوسات، ما ضل بوسات ابدا. حلوه، في هون حبله هذاك على الطرف الثاني، نايس. طب هون السيارات وين تمشي؟ حلو، ايش هاد؟ عشان تعرف على السلاح، دمجه 85، معدل اطلاق 85 طلقة، يعني دمجه بكل سنة 85 ما بيعطي اكثر. حجم المخزن 3 طلقات، معدل الاعادة التابعة والله بطيء. يا الله ايش هاد؟ والله ما لقيت غير نزلت انا على المذب مكب. يا الله شكله العالم هذا وقت انشافته هربت منه. انا سمعت انه في اسلحه، في شغلات جديده نزلت. ما في شيء، هذا صاحبنا بارك يهاجم. تعال نروح ذاك، ناخذ ذاك القارب. بس شكله ما في سفينه، ما في سيارات. هي قارب ثاني. نفس القلعه القديمه. حلو، صارت المدينه عباره عن جزر، جزر وكثير جزر، مو شوي، جزر جزر. يعني هلا اشوفوا هاي الاطراف كلها ما حد راح ينزل فيها، ما حدا يقدر ينزل فيها ازازا. تعال نشوف هون ايش في. حلو، طيرتني. طيب حلو، ننزل هيك. واو، هاي مثل انه اذا حدا اجى لهون يقدر يستخدم هاي هيك، وبيطير لبعيد مثل بركان. والله جميلة، اتس اوكي، جميلة والله، جميلة عجبتني. المدينة موجودة، حلو. معناته هي مع الايام رح تبلش تنقصها، ورح يضلوا الحبال موجودين، اتوقع ذلك. يعني لاني مستحيل هيك تضل المدينة يعني طايفة على المي، يعني العالم كلها موجودة بس، ولكن في شوية تغيرات بسيطة بسيطة. ايش الصوت؟ طب ايش الفرق بين هذول اللي عندي؟ طبعا اليوم بدك تصير تعتمد تحسب السبب انه ما تعتمد على الشوت جان اليوم ورايح، لانه الشوت جان ما عاد له اي تاثير. بس صار الانتقال، رجعوا الانتقال السريع على الماب، جد خرافيه. خلينا نطلع قدام شوي. واو، هيك المزرعه الجنون صارت تبعيتي. والله خرافي المكان، ها جد صار حلو. اتوقع انه بكره بدهم يخلوا الناس تنحبس هون تيجي على طول. هنروح نفتح دروب ثاني نشوف ايش رح يطلع لنا فيه.
طب تعال نجرب نوتلات. أمه يا كلب أول بلك أنت وياه. طب تعال نشوف الشي هون. أوه الوكالة شكله سالو صالتي شي، أنا هيك شايف يا شكله سالو صالتي. يلا ريحونا منها يا شيخ كمان. حلو هيك صار شكلة الوكالة. أنا قفل السمك. حلو والله في شغلات قوية مرة. حلو بعد ما افترينا بالماب عقلة العراقيين وسوينا جولة عظيمة فيها، فنحن بنكتفي لهذا القدر ان شاء الله. بنشوفكم فيديو جديد حلقة جديدة ان شاء الله بكرة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باي باي. لو عجبك الفيديو ما تنساش تتفرج على الفيديو ده وكمان الفيديو ده، وما تنساش تعمل سبسكرايب للقناة وتفعل خدمة الجرس علشان يوصلك كل جديدنا.